مجموعات خبراء التقنية. مسجد بسم الشاشة الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم من أخوكم أحمد سهلي من قناة خبراء التقنية. كيف نقوم بإنشاء اختبارات إلكترونية عن طريق موقع مايكروسوفت فورم؟ ما علينا فقط إلا أن نكتب في جوجل مايكروسوفت فورم ونذهب على النتيجة الأولى، وراح تظهر لنا الصفحة اللي راح أحط لكم اسمها إن شاء الله بعد هالرسالة. راح يطلب منا لأول مرة تسجيل الدخول بحسابنا، ونحط نفس حسابنا الخاص بالمعلمين في نفس حساب منصة مدرستي في موقع فورم، وراح تظهر لنا هالنافذة. راح تجينا قائمة بالاختبارات اللي حنا سويناها من قبل، إذا كان سوينا اختبارات ثانية وراح يطلع لنا خيار اسمه، نتحرك ونشوف إيش الخيارات المتاحة. إعادة التحميل، العنوان، خيارات، مشغل التطبيق، فورمز، رابط، كل هذا نتجاوزه. التعليمات، زر مدير الحساب نماذجيا، زر النهاية، نموذج جديد، اختبار جديد، زر نختار اختبار جديد، مش نموذج جديد، لا. زر رئيسي، اختبار جديد، زر نضغط عليه، اختبار بدون عنوان ثلاثة مصمما النسق، يقول لنا اختبار بدون عنوان، إضافة جديد، زر النهاية، اختبار بدون عنوان ثلاثة، اختبار بدون عنوان ثلاثة مصمما عنوان النموذج، زر اختبار عنوان النموذج، أدراج صورة العنوان الفرعي للنموذج إضافة. لما نضغط على اسم الصورة أو اسم العنوان راح يفتح لنا مع الأسف الشديد إدراج صورة، يعني ما راح يفتح لنا حق النص حق العنوان. ما هو الحل؟ نخلي يدنا في الزاوية أو في الجهة اليمين من الشاشة، نمشيها. تم الاختيار، الأسئلة، عنوان النموذج، أدراج صورة العنوان الفرعي لنموذج إضافة جديد، زر اختبار بدون عنوان ثلاثة، رئيسي، معالم، مطوي. راح نضغط على هذا الخيار، عنوان، بحث عن الصورة، زر التبديل، تم ويفتح لنا زي ما قلنا بحث عن الصورة. احنا ما راح نسوي هالشيء، وراح اسوي رجوع الصفحة السابقة، مشغلة عنوان النموذج، أدراج، واضغط على عنوان النموذج اللي هو هذا، عنوان النموذج، أدراج صورة العنوان الفرعي، إيقاف، أثبت يدي عليه وأنا في الزاوية في الجهة اليمين من الشاشة، وأثبت يدي في مكان عنوان النموذج وأضغط عليه بدون فويس أوفر، أضغط عليه بدون فويس أوفر في نفس المكان أو تحته بقليل، راح يظهر لنا حقل النص الخاص بالصورة، يعني تقريبا تحت عنوانها بقليل. راح نعيد الكرة، نسوي تمام، تمام، زر تمام، هذه عنوان النموذج، أدراج صورة العنوان الفرعي لنموذج إضافة جديد، تحت النموذج بالضبط، عنوان النموذج، أدراج صورة العنوان الفرعي لنموذج إضافة جديد، زر عنوان النموذج، أدراج صورة العنوان الناطق، وحط إصبعي في عنوان المكان النموذج، أدراج صورة العنوان الفرعي لنموذج إيقاف، تحتها بقيد إصبع تقريبا، نضغط عليه وراح يفتح لنا المفروض مكان النص حق الكتابة العنوان. إذا ما استطعت أنك تسويها استخدم أو استعين بمبصر. طيب عندنا هنا العنوان، راح نكتب مثلا delete لوحة المفاتيح، لوحة المفاتيح التالية English UF ف قف ه مسافة الأول. ألف لام ف أو الفترة الأولى تاء راء مسافة ألف لام تاء حذف ألف ألف واو لام ألف مقصود سوي تمام زر تمام عنوان النموذج، أدراج صورة العنوان الفرعي لنموذج إضافة جديد، زر كابل عنوان النموذج، أدراج صورة العنوان الفرعي لنموذج إضافة جديد، زر كابل فقه الفترة الأولى، رئيسي، معالم، مطوي. طبعا حرف الـ ضغط بالغلط مو مشكلة. راح أروح إلى عنوان النموذج، أدراج صورة العنوان الفرعي، عنوان النموذج، أدراج الاستجابات، لام التبويب، النهاية، عندنا استجابات بعد عنوان، وعندنا تم الاختيار، الأسئلة، لام التبويب، أتنقل معالم. أضغط على الأسئلة، تم الاختيار، الأسئلة، لام التبويب، أتنقل ثم أتحرك إلى الاستجابات، إلى كابل فقه الإضافة جديد، زر إضافة النهاية، كابل فقه الفترة الأولى، رئيسي، إضافة جديد، زر النهاية، اختيار، زر يجي يسألني النظام يقول وش نوع السؤال اللي تبغى تسويه، هل هو اختيار أو نص، زر نص، تقييم، زر بقية الخيارات أنا ما أشوف غير شاعة الاستخدام، فبالتالي تقييم، نص، زر بخليه نص. فأنا بقول له أول سؤال نص، وبخليه أنه يطلب من الطالب ثاني يضع اسمه الثلاثة، أضغط عليه، عنوان السؤال، حقل نص متعدد الأسطر، السؤال تم الاختيار، نقطة الأد، ألف، ألف، سين، سين، ميم، ميم، كاف، كاف، مسافة، ألف، ألف، لام، لام، ثاء، حذف، لام، ألف، 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 لام، ثاء، ثاء، لام، لام، ألف، ألف، ثاء، ثاء، ياء، ياء، مسافة، الثلاثي، مسافة، أسوي تم، تم، زر، ثم بعدين، كابل، فقه الفترة الأولى، واحد، عنوان السؤال، السؤال سمك ثلاثي، حقل نص متعدد الأسطر، أدراج وسائط، زر أدراج وسائط ما نحتاجها، نص الإجابة القصيرة، أدخل إجابتك، معتمن، خلي نوع الإجابة للقراءة فقط قصيرة، نمشي الإجابات الصحيحة، إضافة إجابة، زر
إضافة إجابة ما يحتاج نحط إجابة صحيحة لأنه هذا اسم. النقاط. نقاط. النقاط. أيضا ما راح نحط على النقاط يعني ما عليه درجات نمشي كمان. إجابة طويلة. زر تبديل. لم يتم الضغط عليه. تقدر تحط هنا تحد على هذه الإجابة إذا أنت بتحط سؤال نصي وتخلي إجابة طويلة مثلا يكتب الطالب تعريف أو سؤال مقالة عن نقطة معينة مثلا. مطلوب. زر تبديل. لم يتم الضغط عليه. ضروري تحدد عليه. تم تحديده. إيش معنى؟ إنه ما يستطيع إرسال النموذج إلا إذا عبى هذا الحقل. وتسوي هذا الخيار على كل الأسئلة التالية. نمشي كمان. خياراتي إضافية. زر خيارات قائمة منبثقة. مقوي. نسخ السؤال. زر. نمشي كمان. حذف السؤال. زر. نمشي كمان. نقل السؤال للأعلى. نمشي كمان. زر. نقل السؤال للأسفل. معتمد. نمشي كمان. زر. إضافة جديد. زر. النهاية. الحين نروح نقل السؤال للأسفل. معتمد. بعد. واحد. أروح أسوي إضافة جديد. إضافة جديد. زر. النهاية. اختيار. زر. هل تبغى السؤال اختيار ولا نص؟ زر. نص. خلينا نسويه هالمره اختيارات. اختيار. زر. عنوان السؤال يتوفر تحديث جديد لتشعب. جرب. أدرك. عنوان السؤال. السؤال. حقل نص متعدد. نهاية النص. حذف. نكتب لا. مثلا همزة فوق س. لا. حذف الكلام في كلمة السؤال أشيلها عادي. نكتب على سبيل المثال الركن الأول في الإسلام هو ألف. ألف. لام. راء. راء. كاف. كاف. تاء. نون. نون. مسافة أو خلنا نقول عدد أركان الإسلام نون كاف را لا ألف حذف حذف عين عين دال 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 مس ألف أركان طلع الهمزة ألف همزة فوق الألف همزة را را كاف كاف ألف ألف نون الإسلام. نون مسافة ألف ألف لام لام ألف هذا صيغة السؤال تمام همزة همزة تحت الألف همزة تحت سين سين لام لام ألف ألف كاف تقدر تحط علامة استفهام إذا حبيت تقدر تحط عدد أركان الإسلام هو وتخلي فراغ أو تحط عدد أركان الإسلام وخلاص سوي تم مثلا تم زر بعدين تمام. نعطينا عنوان السؤال حقل نص متعدد الأسطر عدد أركان الإسلام نمشي أدراج وسائط زر إذا قصات ما نبغى نص خيار الاختيار الخيار واحد حقل النص الخيار واحد نكتب واحد. مثلا راء ألف ي خاء نحذف كلمة الخيار لم. عشان تصير واضحة ألف خمسة مثلا نكتب ستة سبعة ست خمسة خمسة سوي تم تم زر تم بعد نصي الخيار الاختيار حقل النصي خمسة لحظة خمسة حذف زر في حذف عرض رسالة للمستجيب بين الذين يختارون هذه الأجابة زر تبديل لم يتم الضغط عليه هذا تقدر تقوله مثلا ما يختاره تقدر تصير إجابة خاطئة بس ما أنصح فيها نمشي كمان أجابة صحيحة زر تبديل تم الضغط عليه إجابة صحيحة تم الضغط عليه إنه هذا الخيار هو الإجابة الصحيحة ونمشي إلى نصي الخيار اثنان معتمد زر الراديو نصي خيار الاختيار الخيار اثنان حقل النصي نقطة الادخال في النهاية نكتب مثلا ستة أعداد سبعة ستة ستة تم زر تم ونروح نصي خيار الاختيار حقل النصي حذف زر عرض رسالة أجابة الخيار ثلاثة معتمد زر الراديو تم نصي خيار الاختيار وبعدها كلمة النص يعني إحنا ما نضغط على اسم الخيار عشان ما ينقز المؤشر نضغط على نص الخيار ونكتب نصي خيار الاختيار الخيار ثلاثة نقطة الادخال في النهاية أعداد مثلا أحرف ثمانية سبعة ثمانية ثمانية تم زر صار عندنا الخيارات نقل السؤال للأعلى زر إضافة جديد زر النهاية حد نص هات خيار أن إضافة أجابة حد نص خيار الاختيار الخيار 38 حقل النص نص خيار الاختيار الخيار 26 حقل النص طبعا انتبهوا شوف الخطا اللي أنا وقعت فيه لما نضغط على الخيار دائما يفضل كتاب نص خيار الاختيار الخيار 6 نقطة الادخال في النهاية كلمات 26 أحرف 2 نحذف من عند 2 وخليه رقم 6 بس مسافة نحذف كلمة الخيار 2 ونسوي تم زر. ونفس الحال نسوي مع الخيار حذف السؤال زر ثلاثة نص خيار الاختيار الخيار ثمانية نص خيار الاختيار الخيار نقطة الادخال في النهاية يعني نضغط على نص الخيار مرة ادخال النقطة في البداية الكلمات التي بها أحرف ألف لام خاء ياء ألف راء مسافة حذف مسافة ثلاثة ثلاثة راء واللي قبلها ألف. صار عملية سهلة ياء ألف تقدر تضيف خيار رابع إذا حبيت أو تكتفي بثلاثة نص خيار الاختيار حقل النص ثمانية أطلع على أفكار النسخ لنموذج الخاص بك أطلع على أفكار النسخ لنموذج إضافة جديد نقل السؤال للي حذف السؤال تقدر نقل السؤال للأعلى زر تقدر تحط السؤال فوق يصير سؤال أول هذا نقل السؤال للأسفل معتمد طبعا معتمد لأنه ما عندنا سؤال ثالث فما تقدر تلعب هذا السؤال لكن يفضل أنك أنت ترتب أفكارك والأسئلة من بدري إضافة جديد زر النهاية بس في نقطة مرة نسينا نحطها الاستجابات اللي هي نقاط السؤال واحد اثنان نص خيار أجابة الخيار اثنان نص خيار نص حذف عرض رسالة أجابة صحيحة إضافة خيار النقاط النقاط حقل النص النقاط نقطة طبعا بالأرقام لو حتى مفاتيح لو حتى numbers أكتب مثلا one. واحد one. يعني درجة واحدة تمام زر تمام كذا أنا حطيت النقاط حقل النص واحد واحد أروح أسوي إضافة السؤال رجوع زر إضافة جديد زر إضافة جديد موسع نفس الطريقة
اللي هي السبب. هذا سؤال اختيار نص زر او رص، تختار ما تريد منها. اذا حطيت نص تقدر تحط اجابه طويله او قصيره زي ما علمتكم، وما في خيار ولا ينصح بجعل اسئله نصيه نعلم على خيار صحيح، لانه راح يراعي الاخطاء الاملائيه وكذا. الا اذا كان والله انت بتحط الجواب من كلمه واحده، مثلا ما هي عاصمه السعوديه وتكون فيها الرياض وتخلي عليها، اوكي ممكن. بس افرض واحد من الطلاب يكتب رياض او يخطي في الخطا املائي مثلا، ما يحط الالف او يحط الضاد ضاء، فبالتالي ما ينصح انه يتبع هذا الموضوع. طيب لنفترض اني انا الان انهيت هذا الاختبار وانهيت موضوع انشاء او عمل الاسئله، ما هو الخطوه او ما هي الخطوه القادمه؟ اطلع على افكار النسخ. طيب. نسخ سؤال، حذف سؤال، نقل اضافه، علامات اظهار الوقفات، نروح لاعلى القائمه فوق، علامات اضافه، نقل حذف سؤال، اعاده العنوان، خيارات مشغل تطبيق، زر فورمز، رابط تعليمات، مدير الحساب، معاينه، انسق، زر مطوي، معاينه زر. اذا ضغطت هنا راح يجيب لك شكل اختبار كانك طالب، وتقدر تشوفه وتقدر تشوف التنسيق هل في مشكله او لا. انسق زر مطوي، هنا نسق علينا منه، مشاركه زر مطوي. هنا اذا حبيت تشارك الرابط الاختبار بنرجع له بعد شويه. خيارات اضافيه، خيارات اضافيه، تم الاختيار، الاسئله، لام التبويب، وهنا الاسئله اللي احنا فيها. طبعا اذا حبيت تشوف اجابات الطلاب راح تروح الى هذا الخيار اللي اسمه الاستجابات، لام التبويب، النهايه. طيب. خيارات اضافيه، خيارات اضافيه، قائمه منبثقه، خيارات اضافيه، قائمه منبثقه، موسع. اذا قال لك موسع اعرف انها فتحت بشكل صحيح. لما نمشي بعدها راح تجينا النافذه حقتها، الاعدادات، عنصر القائمه، الاعدادات، وفي طباعه النموذج، عنصر القائمه، النموذج تقدر تطبعه على ورق، فصل مع تمن، ملاحظات، عنصر القائمه، الشروط، عنصر القائمه، تم الاختيار، الاسئله، لام التبويب. نروح للاعدادات، خيارات مشاركة، خيار، تم الاختيار، الاسئله، لا، الاستجابات، كاب واحد، تم خيار مشاركه، زر خيارات اضافيه، زر خيارات اضافيه، قائمه منبثقه، موسع، لانك لو تعديت قائمتها راح تقفل. الاعدادات، عنصر القائمه، الاعداد، اظهار النتائج تلقائيا، زر تبديل، تم الضغط عليه. تقدر تخلي للطلاب يظهر نتائج تلقائي او لا، انت بالخيار. في عندنا مجرد ما تضغط عليه طبعا ينزال اختيار كذا، شوفوا اظهار النتائج تلقائيا، زر تبديل، لم يتم الضغط عليه، غير محدد. لو تضغط مره ثانيه يتحدد. نمشي كمان، سيرى المستجيبون نتائج الاختبار بعد قيامك بمراجعه اجاباتهم يدويا. نمشي كمان، الاشخاص الذين يمكنهم ملء هذا النموذج، الاشخاص اللي يمكنهم من تبغاه يدخلوا على هذا النموذج، هل في يمكن لاي شخص لديه هذا الارتباط الردي، زر الراديو، تم الغاء التحديد، واحد مثلا اثنان، او يمكن للاشخاص في مؤسستي فقط الردي، زر الراديو، تم تحديده. أنا اثنان مثلا انا اثنان. اقترح الواحد يحط الخيار الاول، لانه قد يكون في بعض الطلاب مستواها التقني محدود، فلما يجي يطلب منه ايميل مدرسي يمكن ما يعرف يدخله، بالتالي يعاني من بعض المشاكل في الاختبار. يمكن لاي شخص لديه هذا الرقم، تم تحديده. نمشي كمان، تسجيل الاسم معتم، خانه الاختيار، تم الغاء التحديد. تسجيل الاسم معتم، استجابه واحده لكل شخص، تسجيل الاسم معتم لانه ما عاد في مؤسستي، لو حطينا مؤسستي يصير الاسم ظاهر. شوفوا، يمكن للاشخاص في مؤسستي فقط الرقم، تم تحديده. تسجيل الاسم، خانه الاختيار، تم تحديده. انه يحط لك الاسم طبعا بشكل افتراضي، يعني يقول لك مثلا فلان بفلان. هذه ميزه طبعا اذا حطيت في مؤسستي فقط ما تحتاج تحط السؤال الاول حق النص اللي هو الاسم الثلاثي. يمكن لاي شخص لديه هذا الارتباط، تم تحديده. طيب، تسجيل استجابه واحده لكل شخص، معتم، خانه الاختيار، تم الغاء التحديد. هذا طبعا معتم لانه ايضا في المؤسسه عندك او انت ما تقدر تحصر الناس، لو حطيت في مؤسسه فقط تقدر تفعل هذا الخيار انه الطالب ما يجاب لمرحله، بس انت كذا كذا ضامن الاستجابه الاولى للشخص لانه هو بيحط اسمه الثلاثي، فبالتالي هذا الخيار راح يكون شغال لما نحط في مؤسسه فقط. نمشي كمان، خيارات الاستجابات، قبول الاستجابات، خانه الاختيار، تم تحديده. قبول الاستجابات تم تحديده، يعني انه يقبل اجابات. متى ما انت شفت انه كل طلابك خلصوا الاختبار وجابوا كلهم، تجي هنا وتشيل الخيار عشان ما احد يقدر يدخل ويحل الاختبار بعد انتهاء الحصه مثلا. تسوي بوكي، تم الغاء التحديد، تم تحديده. نمشي كمان، تاريخ البدء، خانه الاختيار، تم الغاء التحديد. تاريخ البدء تقدر تخلي تاريخ البدء مثلا من وقت الحصه حقك، تاريخ الانتهاء، خانه الاختيار، تم الغاء التحديد. تاريخ، طيب حط تاريخ البدء، تاريخ البدء، خانه الاختيار، تم تحديده. لما نحدد راح يطلع لنا 03 شرطة مائلة 11 شرطة مائلة 2020 حقل النصي، تاريخ اليوم. نمشي كمان، منطقي تاريخ البدء، زر 10 AM حقل النصي، قائمة منبثقة، مطوي، منطقي وقت تاريخ الانتهاء، خانة الاختيار، تم الغاء التحديد. تقدر تضغط عليه، تم تحديده، وتعبي من هنا 03 شرطة مائلة 11 شرطة مائلة 2020 حقل النصي. تقدر تخليه نفس التاريخ مثلا وتقول له منطقي تاريخ الانتهاء، زر 10 15 AM حقل النصي، قائمة منبثقة، مطوي،
تقدر تقول له مثلا انا ابغى ينتهي الساعه 11 مثلا. نقطه الادخال في النهايه، ادخال النقطة في البداية، كلمات، أحرف، تحرك بالأحرف، واحد، واحد، صفر، صفر. أشير الصفر مثلا، return, delete, zero, a, تنقلت بالأحرف. numbers, وحط مثلا 1, 1, وأسوي تمام، زي. أو أكتبه كامل، تمام، شوف الحين كيف صار، حقل خيارات الاستجابات، تاريخ البدء، خانة، 03 شرطة ماء، منطقي تاريخ البدء، 010, am, حقل النصي، قائمة منبثقة، مطوي، منطقي وقت البدء، 0, تاريخ الانتهاء، خانة الاختيار، 03 شرطة ماء، منطقي تاريخ الانتهاء، 0, 11:15 AM حقل النصي قائمة منبثقة يعني كأنه قدام الطالب ساعة وربع تقريبا منطقي وقت الانتهاء زر نمشي طيب تبديل ترتيب الأسئلة عشوائيا خانة الاختيار تم إلغاء التحديد هذا ينفع هذا الخيار إذا أنت ما حطيت الاسم الثلاثي كأول سؤال وتحب أنه تخلي الأسئلة ترتب بشكل عشوائي عشان تفادي لحالات الغش لا قدر الله فتقدر تحدد من هنا أو تلغيه أظهار شريط التقدم مع تمن خانة الاختيار تم إلغاء التحديد شريط التقدم اللي هو مثلا كم وصلت في الأسئلة من الأسئلة في المئة نمشي كمان تخصيص رسالة شكر خانة الاختيار تم إلغاء التحديد تخصيص شكر يعني لما ينتهي الاختبار يفتح له ضابط إرسال الطالب ويطلع له رسالة نحددها تم تحديده مثلا تخصيص رسالة شكر تم إرسال الرد حقل نصي متعدد الأسطر تقدر نهاية النص تم إرسال الرد delete في الرياض وتكتب ما تريد Arabic Arabic letter T لوحة المفاتيح التالي لوحة المفاتيح التوفيق مثلا قاف قاف باء باء تاء ألف ألف لام لام تاء تاء واو واو فاء يا يا قف قف نسوي تمام زر تمام نصبح معاك الأمور تمام تخصيص رسالة شكر 03 شرطة منطقي تاريخ أحد طيب عندنا تخصيص أعلام أرسل أيصالي تخصيص رصالة شكر بتوفيق حقل نصي متعدد أعلام أرسل أيصالي بالبريد الإلكتروني للمستجيبين معتمن خانة الاختيار تم إلغاء التحديد طبعا هذا زي ما قلت لكم معتمن لأنه ما حطنا مؤسسي لو حطنا مؤسسي يصير لما أنت تنتهي من تصحيح الأسئلة راح يجي على إيميله الأسئلة ودرجات وكل شيء طيب تقدر تحدد هالخيار او لا الحصول على اعلامي بالبريد الالكتروني لكل استجابه خانه الاختيار تم الغاء التحديد هذا مهم انه عشان توصل الاجابات بسهوله تخلي هذا الخيار شغال عشان كل ما يخلص الطالب او كل ما يرسل طالب اجابته راح يجيك على البريد الحصول على اعلامي بالبريد الالكتروني لكل استجابه خانه الاختيار تم الغاء التحديد تحدده من هنا تم تحديده وخلص طبعا البريد حقك اللي هو منصه مدرستي يفضل انك تضيفه عن طريق الايفون بالدخول على الاعدادات بعدين تروح إضافة حساب وكلم الحسابات وكلمة مرور بعدين إضافة حساب وتختار مايكروسوفت إكستشينج تم الاختيار الأسئلة لام التبويب التنقل معالم بعد ما ضبطنا إعداد المقطع أو إعداد الاختبار آسف نروح لأعلى القائمة بعد ما خلصنا إعداداتنا التنزيلات وذلكم كيف نسوي مشاركة إعادة العنوان خيار التعليم مدير المعاينة نروح لأعلى القائمة لين النسق مشاركة زر مطوي نضغط عليه مشاركة مطوي يمكن التنزيلات زر يقول لنا مشاركة نمشي إعادة الخيار مشغل تطبيق زر شعار فور التعليم مدير معاينة النسق مشارك خيارات أضافية زر تم الاختيار الأسئلة لامة خيار مش النسق مشاركة زر مطوي رح نضغط عليها مرة ثانية يمكن لأي شخص لديه هذا الارتباط الردي يمكن لأي شخص لديه هذا الارتباط الردي مربع التحرير وسرد نافذة قائمة منبثقة مطوي نفس الخيار الإعداد اللي سوينا نمشي كمان ارتباط لتجميع الاستجابات https://formsoffice.com/pages/response/page/asks?id=0 gr نسخ زر فيه نسخ تم الاختيار ارتباط لامة التبويب طيب. شفرة استجابة سريعة لامة التبويب تقدر تخليه كود باركود إذا حبيت تضمين لامة التبويب البريد الإلكتروني لامة التبويب تقدر ترسل بريد معين مشاركة تقالب حنا راح نخليه على شكل رابط تضمين شفرة تم نسخ ارتباط نسخ زر نسخ هذا الارتباط جاهز لسخ خلاص الحين انا نسخت الرابط هذا الارتباط جاهز لسق ابى راح اسوي له لصق الان اتنزل اعاده تحميل العنوان اوريكم كيف العنوان حقل مسح النصي مسح حذف سنقطت انا اذهب اسوي اذهب اذهب كابل فقه الفتره الاولى مستوى العنوان واحد عنوان اختبار ضالع قدامنا نمشي القارئ الشامل زر قائمه كمان. نجمه نمشي مطلوب مطلوب لاحظوا يعني لازم ينعبى واحد السؤال سمك ثلاثي السؤال اسمه ثلاثي لاحظوا ان كلمه السؤال المفروض لا تنشال انا ما شلتها وهذه لازم ننتبه لها دائما نجمه مطلوب الاجابه وتعبي نصي من سطر واحد تكتب حق اسمك نصي من سطر واحد ادخل اجابتك نقطه تاء احمد الف الف حاء ميم ميم ز دال دال ستة زر الراديو بعدين يجينا اسم السؤال نجمه مطلوب الاجابه خيار واحد عدد اركان الاسلام اثنان لحظه السؤال الثاني عدد اركان الاسلام لاحظ هنا ما في كلمة سؤال لأن أنا حذفتها نجمة مطلوب الأجابة
الإجابة برضو يقول لك مطلوبة لازم تعبيها. خيار واحد. خيار واحد. واحدة نقطة. شوفوا الدرجة هنا موجودة. خمسة زر الراديو تم إلغاء التحديد. أو. ستة زر ستة. الراديو. ثمانية زر الراديو. ثمانية. أرسال زر. أضغط مثلا خمسة. خمسة زر الراديو تم تحديد. أرسال. أسوي إرسال. يتم الآن أرسال الاستجابة. شكرا بالتوفيق. لاحظت جت شكرا وبالتوفيق الكلمة اللي حطيتها. الخصوصية وملف يتعذر انتقه خطي عمود شروط الاستف على أظهار مشاركة الخيارات كابل القارئ الشامل شكرا بتوفيق. طبعا إذا حطيت سماح لعرض النتيجة كان بيطلع هنا زر خلينا نعرض النتيجة. هذا كل شيء فيها موضوع الأسئلة الإلكترونية مع الاختبارات. تقبل أطيب التحيات واعذرونا على أي تقصير حدث. السلام عليكم.